والله بالأعزاء، النهاردة إن شاء الله هتكلم على الـ development of pancreas. هتكلم أول حاجة على introduction صغيرة. ده عبارة عن longitudinal section في الإمبريو بعد الفولدينج. اتفقنا إنه بعد الفولدينج في جزء من اليوكسيك هيدخل جوه الإمبريو ويعمل الجت، والجت line بإندوديرم. والجت بنقسمه لثلاث أجزاء، فور جت وميت جت وهاين جت. والفور جت بنرجع نقسمه لجزئين، كرينيال بارت اسمه فارينكس وكودال بارت اوف فور جت. الكودال بارت اوف فور جت هيدي مجموعة من الديريفاتيفز هنشوفها في الصورة اللي جاية. الكودال بارت اوف ذا فور جت هيدي الاسوفاجس والاستومك والابر بارت اوف ديودينم والليفر والجول بلادر والبيلياري باسجز والبنكرياس. البنكرياس عبارة عن ميكس جلاند اندوكراين واكزوكراين، بتبقى موجودة في البوستيريور ابدومينال وول، بتمتد من الكونكافيتي اوف ذا ديودينم على اليمين لحد السبلين على الشمال. بتتكون من اربع اجزاء، هيد ونيك وبادي وتيل. والهيد فيه بروجكشن صغير طالع منه كده اسمه انسونيت بروسس. لو انا فتحت البنكرياس من جوه هلاقي ان فيه دكت طويله ماشيه جواه اسمها مين بانكرياتيك دكت. المين بانكرياتيك دكت دي بتبدا من عند التيل وبتمشي جوه البادي، وبعد كده تمشي في النك، وبعد كده بتمشي في اللور بارت اوف ذا هيد. المين بانكرياتيك دكت هتقابل الكومن بايل دكت، والاتنين بيفتحوا بكومن اوبننج في الميدل of posteromedial aspect of second part of duodenum. في دكت تانية صغيرة اسمها accessory pancreatic duct. الaccessory pancreatic duct دي ممكن تكون مش موجودة، ولو موجودة بتفتح في second part of duodenum برضو، بس في minor duodenal papillae. minor duodenal papillae دي بتبقى موجودة فوق major duodenal papillae. تعالوا بقى نشوف مع بعض الـ development of pancreas في الفيديو اللي جاي. هتكلم معاكم على الـ development of pancreas. ده الديودنم. الديودنم أول ما بيظهر بيظهر على هيئة لوب اسمه ديودنال لوب. الديودنال لوب بيبقى convex forward، وفي بد هتطلع من الـ ventral aspect of the duodenal loop، دي اسمها hepatic bud أو liver bud. الليفر bud دي هتكبر لفوق تعمل الليفر والجول بلادر والبيلياري passages، والجزء اللي ماسك في الديودنال ده هيعمل الكومن bile duct. البنكرياس أول ما بيطلع بيطلع على هيئة two buds من الديودنم. ventral pancreatic bud دي هتطلع من ال ventral aspect of the duodenal loop. طب مش لسه انا قايله من شويه ان ال hepatic bud او الليفر bud دي هتطلع من ال ventral aspect of the duodenal loop؟ هما الاثنين هيطلعوا بفتحه واحده بcommon opening. وفي بط تانية اسمها دورز البنكرياتيك بط، دي هتطلع من الدورز الاسبكت اوف ذا ديودينال لوب زي ما انتوا شايفين كده. طيب هل ينفع ان البنكرياس يبقى عبارة عن جزئين كده منفصلين؟ احنا عارفين ان البنكرياس عبارة عن حاجة واحدة، جزء واحد. فالحل ايه؟ فالحل ان البودز ده هي الفنترال والدورز البنكرياتيك بودز، واحدة فيهم تلف وتلحم مع التانية. مين اللي هتعمل كده؟ الفنترال بنكرياتيك بود.
هتعمل كده ازاي؟ نبص كده مع بعض. في البداية الديودينال لوب بيبقى كونفكس فورورد زي ما اتفقنا، وبعد كده الديودينم بيحصل له حاجة اسمها axial rotation of the duodenum to the right، بحيث ان الكونكافيتي بتاعت الديودينم هتبقى directed to the left. وهنا الventral pancreatic bud هتبقى موجودة على اليمين زي ما احنا شايفين كده. احنا اتفقنا ان الليبر بود ده هيكبر ويعمل الليبر والجول بلادر والبيلياري باسجز، والجزء اللي ماسك في الديودينم ده هيعمل الكومن بايل داكت. فانتوا اعتبروا ان الليبر بود خلاص اوريدي كبر لفوق وعمل الليبر والجول بلادر والبيلياري باسجز، وان دي الكومن بايل داكت. طيب اللي هيحصل ايه بعد كده؟ اللي هيحصل ان الفنترال بانكرياتيك بود طبعا ده اكيد مش الفاينل بوزيشن بتاعها، والكومن بايل داكت لان هما الاثنين ليهم كومن اوبننج، هيحصل لهم مايجريشن لورا. طب هيحصل لهم مايجريشن لورا ازاي؟ عن طريق ان هيحصل ديفرنشال جروس للوول اوف ديودينم. يعني ايه كلمه ديفرنشال جروس؟ يعني الجزء ده من الوول اوف ديودينم هينمو اسرع من الجزء اللي ورا، فالنتيجه ان الكومن بايل دكت والفنترال بانكرياتيك بود هيبداوا يلفوا 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 يلفوا، نشوف المنظر من ورا، لحد ما الفنترال بانكرياتيك بود هتوصل لمكانها النهائي below and behind the dorsal pancreatic bud. شوف كده المنظر من قدام، وهشيل كده الديودينم خلاص انا مش عايزاه. يبقى الفنترال بانكرياتيك بود بقت موجوده حاليا below and behind the dorsal pancreatic bud. كده انا بقى عندي شكل بانكرياس، شكل بانكرياس، لكن انا عندي مشكلتين. البارينكيما منفصلة عن بعضيها، يعني كل بانكرياتيك بود منفصلة عن بعضيها، والدكت سيستم منفصلة عن بعضيها، يعني كل واحدة في دكت جواها ماشية جواها كده منفصلة عن الدكت التاني. فإيه اللي هيحصل دلوقتي؟ أول حاجة هيحصل فيوجن للبارينكيما، يعني الفنترال بانكرياتيك بود هتبقى فيوزد مع الدورزال بانكرياتيك بود زي ما انتوا شايفين كده، لزقوا ببعض، لحموا ببعض، البارينكيما بتاعت التو بادز لحمت مع بعض، بحيث ان الفنترال بانكرياتيك بود دي هتعمل الانسنت بروسس وهتعمل اللور بارت اوف ذا هيد، انما الدورزال بانكرياتيك بود دي هتعمل الابر بارت اوف ذا هيد والنيك والبادي والتيل اوف بانكرياس. طب تعالوا نتكلم على الدكت سيستم. في البداية كل بانكرياتيك بود ماشي جواها دكت مخصوصة ليها، بانكرياتيك دكت مخصوصة ليها، يعني ventral pancreatic duct ماشية جوه ال ventral pancreatic bud، و dorsal pancreatic duct ماشية جوه ال dorsal pancreatic bud. طبعا ما ينفعش ان ال two ducts يبقوا منفصلين زي ما احنا شايفين كده، ما ينفعش ان كل duct تبقى ماشية لوحديها كده، لازم يحصل communication ما بينهم. فاللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل هي الحتة دي مش مكتوبة في الكتاب عندكم، بس انا دي بس بقولها لكم عشان تبقوا فاهمينها. اللي هيحصل ايه؟ ان هيتكون anastomotic channel ما بين الventral والdorsal pancreatic ducts. الanastomotic channel دي هتقسم الdorsal pancreatic duct لجزئين، proximal part و distal port.
طب بروكسيمال وديستال من ايه؟ حسب قربه وبعده من الديودينم. يعني الجزء القريب من الديودينم ده هيبقى البروكسيمال بارت، والجزء البعيد عن الديودينم ده هيبقى الديستال بارت. اللي بيحصل ايه بقى؟ ان الديستال بارت اوف ذا دورزال دكت وكل الفنترال دكت دي هتعمل المين بانكرياتيك دكت. طب بالنسبه لي البروكسيمال بارت اوف ذا دورزال دكت، الحته دي قصادها تو اوبشنز، يا اما ان هي تختفي نهائيا ما تبقاش موجوده disappears او degenerate، يا اما ان هي تفضل ولو فضلت هتعمل الاكسسوري بانكرياتيك دكت. بعد ما شفنا الفيديو تعالوا نتفرج مع بعض على الصور. ده الديودينم، وهنا البنكرياس بيظهر بتو بانكرياتيك بودز. فنترال بانكرياتيك بود دي بتطلع من الفنترال اسبيكت اوف ذا ديودينال لوب ان ا كومن اوبننج مع الهيباتيك بود. الهيباتيك بود بتطلع لفوق تعمل الليفر والجول بلادر والبيلياري باسجز، والجزء اللي هيفضل ماسك فيه الديودينم هي الكومن بايل دكت، والبط اللي ورا دي اسمها دورزال بانكرياتيك بط. الفنترال بانكرياتيك بط المفروض ان هي هتلف عشان تيجي هنا في المكان ده، تبقى موجودة below and behind the dorsal pancreatic bud. طب وده بيحصل ازاي؟ بيحصل عن طريقين. الطريق الاولاني هو الاكسيال روتيشن اوف ذا ديودينم تو ذا رايت، بحيث ان الفنترال بانكرياتيك بود والكومن بايل داكت هيبقى موجودين على اليمين، وبعد كده هيحصل ديفرنشال جروس للوول اوف ذا ديودينم. ديفرنشال جروس يعني الجزء ده من الوول اوف ذا ديودينم هينمو اسرع من الجزء اللي ورا، بحيث ان الفنترال بانكرياتيك بود والكومن بايل دكت بيحصل لها مايجريشن، بتلف لورا زي ما انتم شايفين كده في الصوره دي. الفنترال بانكرياتيك بود لفت مع الكومن بايل دكت بحيث ان هي بقت موجوده بيلو ان بيهايند ذا دورزال بانكرياتيك بود. دلوقتي انا عندي شكل بانكرياس، بس في عندي مشكلتين. ان البارينكيما بتاعت التو بودز منفصلين عن بعض، والضغط سيستم بتاعت التو بودز منفصلين برضو عن بعض، كل واحدة ماشية جواها الضغط بتاعتها. دي الدورزال بانكرياتيك ضغط ودي الفنترال بانكرياتيك ضغط. فاللي هيحصل ايه؟ هيحصل اول حاجة فيوجن للبارينكيما. نبص كده على الجزء ده بعينينا ونقارن الصورة اللي جاية. زي ما انتم شايفين حصل هنا فيوجن للبارينكيما، وبعد كده هيحصل فيوجن للدكت سيستم. هيحصل ازاي فيوجن للدكت سيستم؟ في البداية انا كان عندي دورزال بانكرياتيك دكت ماشية لوحديها وفنترال بانكرياتيك دكت ماشية لوحديها، هتتكون ما بينهم أناستوماتيك شانل. الأناستوماتيك شانل دي هتقسم الدورزال بانكرياتيك دكت لديستال بارت وبروكسيمال بارت. بروكسيمال من ايه وديستال من ايه؟ من الديودينم. الجزء البروكسيمال ده بروكسيمال من الديودينم، والجزء الديستال ده ديستال عن الديودينم. بعد كده اللي هيحصل ان الديستال بارت اوف ذا دورزال بانكرياتيك دكت وكل الفنترال بانكرياتيك دكت دي هتعمل المين بانكرياتيك دكت، انما البروكسيمال بارت اوف ذا دورزال دكت دي يا اما ان هي يحصل لها ديجنريشن، يا اما ان هي تفضل وتعمل الاكسسوري بانكرياتيك دكت. وزي ما انتم شايفين ان المين بانكرياتيك دكت هتقابل الكومن بايل دكت،
وهما الاثنين هيفتحوا فتحة مشتركه في السكند بارت اوف ديودينم في الميجور ديودينال بابيلا، والاكسسوري بانكرياتيك دكت دي هتفتح فوقيهم في الماينور ديودينال بابيلا. انا كده اتكلمت على الاكزوكراين بارت، ان انا عندي مجموعه من الاسيناي. المجموعه من الاسيناي دي هتفرز البانكرياتيك انزيمز اللي هتتجمع في البانكرياتيك دكت ومنها للديودينم. طب بالنسبة للإندوكراين بارت، الإندوكراين بارت اللي هو عبارة عن الايلاندز اوف لانجرهانس دي بتبدأ تتكون في الشهر الثالث وبتبدأ تشتغل وتفرز انسولين في الشهر الخامس في الانترايوتراين لايف. طيب لو عايز اتكلم بقى على الامبريولوجيكال اوريجين بتاع البانكرياس، يا ترى نوع السيلز اللي موجودة فيه ايه؟ اندوديرم ولا اكتوديرم ولا ميزوديرم؟ لو نفكر مع بعض ان البنكرياس ده جه من تو بادز، والبادز دي ده هي جت من الجت لان هي بتبقى ماسكه في الوول اوف ديودينم، يعني هي اندوديرمال ان اوريجين. انما الكونكتيف تيشو كبسول بتاع البنكرياس ده هيبقى من السراوندنج سبلانكينج ميزوديرم. تعالوا بقى نتكلم على الكونجينيتال انوماليز. اول congenital anomaly اسمها accessory pancreatic tissue، وفي الحالة دي بيبقى في pancreatic tissue مش في مكانه، يعني ممكن يكون في الجاستريك ميوكوزا او ممكن يكون في اي حتة تانية abnormal، بتبقى زي نوديول كده او accessory pancreatic tissue. تاني حالة اسمها annular pancreas. الانيلر بانكرياس مشكلتها ان الفنترال بانكرياتيك بود هتتقسم لجزئين، جزء هيحصل له روتيشن في النورمال دايركشن وجزء هيحصل له روتيشن في العكس، هيحصل له روتيشن في الاوبوزيت دايركشن بالطريقه دي، وبعد كده الجزئين دول هيحصل لهم فيوجن مع بعض وهيحصل لهم فيوجن مع الدورزال بانكرياتيك بود. فالمشكله كده ان هي طبعا دي هتعمل ايه؟ هتعمل ستينوزس وهتعمل اوبستراكشن للديودينم لان هي بتبقى محوطاه كده على الناحيتين، عشان كده سموه انيولر بانكرياس. كده انا خلصت اخر محاضره في الديفلوبمنت اوف اندوكراين سيستم. شكرا جزيلا.